السلام عليكم ورحمة الله. In the previous lecture بدأنا بالحديث عن البروتوزوا بشكل عام، وبدأنا بالحديث عن الأميبا أيضا. اليوم رح نكمل عن الأميبا، يلي حكينا هي من السبفايلم ساركودينيا. Other human amoeba. رح نتحدث بإذن الله تعالى عن الانتميبا دسبار، انتميبا هارتماني اللي هم حكينا نان باثوجينيك، وزي ما حكينا بشكلهم ما بنقدر نميزهم او نفرقهم عن الانتميبا هيستوراتيكا. نحكي عن الانتميبا كولاي. بالنسبه للانتميبا كولاي، اللايف سايكل اند لوكيشن ايدنتيكال تو هيستوراتيكا، انتميبا هيستوراتيكا. اذا بسالكم عن اللايف سايكل لا الانتميبا كولاي، بدكم تجاوبون من اللايف سايكل الانتميبا هيستوراتيك اللي شرحناها في المحاضرة الماضية. اوكي، واللوكيشن ايضا وين بتعمل انفكشن وين بتكون موجودة في الهيومن بادي، نفس الانتميبا هيستوراتيكا. موست كومون، انتبهوا لهي النقطة، موست كومون اندوكومنسل ان بيبل. اذا اكتر اميبا من الاندو كومنسال يلي هم حكينا ايش النان باثوجينيك اميبا ممكن انها تعمل انفكشن للهيومن، اللي هي عنا الانتميبا كولاي. هذا وورد وايد ديستريبيوشن اند 10-50% of the population can be infected in different parts of the world. تمام، اذا هي منتشره بشكل كبير. most common not pathogenic مثل ما حكينا هي commensal. feeds on bacteria and any other cells available to it. اي خلايا متاحة لها بتقدر تاكلها بتاكلها. doesn't invade tissue. ليش هي non pathogenic؟ لانها ما بتعمل invading للtissue. التissues الموجودين في جسم الانسان خلينا نحكي اذا صار له infection with intermeba coli هي ما بتعمل any harming للtissue. ممكن تصيب غير الانسان، الاذر هوست مثل المونكيز مثل الابيس، ممكن البيجز تعملهم انفكشن. بالنسبه لشكل الانتميبا كولاي، هاي عندنا التروفوزويد اوف انتميبا كولاي، هيك بيجي شكلها اندر مايكروسكوب. مثل ما قلنا لكم في المختبر بنقدر نميزها من النيوكلياس، عندها اكسنتريك اندوسوم اند خلينا نحكي irregular peripheral chromatin. هاي نفس الشيء صور ومقارنة مع الانتميبا هيستولاتيكا. الهيستولاتيكا مثل ما حكينا central karyosome أو endosome and peripheral regular peripheral chromatin. شايفين نقدر نميزهم عن بعض الانتميبا كولاي عن الانتميبا هيستولاتيكا، عكس الهارتماني والدسبار ما بنقدر نميزهم أبدا عن الانتميبا هيستولاتيكا. السيست للانتميبا كولاي بشكلها مثل هيك، برضو بنقدر نميزها من شكل النيوكلياس، وغير شيء يلي هو نقدر نميزه برضو من عدد النيوكليا، عندهم more than 4 النيوكليا. الماتشور سيست of انتميبا كولاي have more than 4 النيوكليا، فبنقدر نميز السيست عن السيست للانتميبا كولاي عن الانتميبا هيستولاتيكا. بالنسبة للانتميبا جينجيفاليس، أخذنا برضو عنها الهابت تلاقيلها بيكون في الماوث، ممكن تعمل انفكشن للا humans and other primates مثل الدوغز والكات. البريفلنس لإلها يعني البريفلنس اللي عندنا مدى انتشارها تقريبا from 50-95%، فبرضو نسبتها مش قليلة. الستيجز الموجودين عندها have only trophozoid stage، okay no cyst stage. اذا have only trophozoid stage هيك بيجي شكلها، تمام، under microscope. بالنسبة للانتميبا جينجيفاليس، التروفوزويد live on the surface of teeth and gum، okay وين بتكون موجودة على الاسنان واللثة، بتتغذى على الابيثيليال cells of the mouth، bacteria food debris and other cells available to them. برضو
بالنسبة للأورجانيزمز are more common in persons with pyuria اللي هي عبارة عن الأشخاص اللي عندهم gum diseases، عندهم مشاكل باللثة، ممكن إنه يعني فرصتهم أكبر تصيبهم الإنتاميبا gingivalis، but they are not the cause of the condition. تمام؟ هي مثل ما اتفقنا إنها non pathogenic، هي commensal. Transmission mouth to mouth، ممكن droplet spray، ممكن sharing eating and cells اللي هو عبارة عن الأواني نتشاركها بين بعض المعالق، ممكن إنه ينقل من شخص لآخر أو يتم العدوى. طيب السبيشيز اللي وراها رح نحكي عن الإندوليمكس نانا. إندوليمكس نانا إلها second name اللي هو عنا the dwarf intestinal the dwarf internal slug. تمام، هاي السكند نيم للإندو ليمكس نانا. بالنسبة للتروفوزويد، هون التروفوزويد لأكتر من سبيشيس، أوكي، وهون السيست لأكتر من سبيشيس، هون كيف نميزهم عن النيوكلياس. بالنسبة للإندو ليمكس نانا هاي لإلها، هاي شكل التروفوزويد لإلها، وهاي الشكل السيست لإلها. حكينا كيف نميزها، have large and irregular karyosome. إندوليمكس نانا second most، حكينا الإنتاميبا كولاي هي most common in the commensal، while إندوليمكس نانا هي second most common in the commensal of humans worldwide distribution approximately 3%. Lives in the large intestine mainly near the cecum and feed on bacteria، وهي non-pathogenic مثل ما اتفقنا، ممكن برضو تعمل infection للمنكز. التروفوزويد للإندوليمكس نانا هي تعتبر تيني بالنسبة لغيرها من السبيشيز، have large and irregular karyosome or endosome. ممكن يقولوا لنا انه برضو عنده large glycogen vacuole are often present، ممكن تظهر عندها glycogen vacuole، لكن احنا بنعتمد ب تشخيصنا للاندوسوم. mature cyst contain foreign nuclei shape is round to elliptical، هاي شكل ال cyst of endolimics nana، برضو بنميزها من large and irregular endosome. يدموبيا بوتشيلاي اللي هي عنا هون، شكلها هاي التروفوزويد لإلها، وهاي السيست خلينا نحكي لها اليدموبيا بوتشيلاي، حكينا have large and regular endosome. not very common in the commensal in people. تمام، lives in the large intestine predominantly in the cecal areas. اذا هون وين اللوكيشن لها؟ inside the human body. البريفلنس لها كتير عالي، بس وين؟ في البيجز، في الخنازير عندها بريفلنس عالي. approximately 50% of pigs are infected with this amoeba in France and Egypt. Pigs are probably it is normal host. Okay, is an normal host. لا ال يدموبيا بوتشيلاي هم البيجز، لكن ممكن الهيومن يصير له برضه أو يصير infected with this species. This is the trophozoites of يدموبيا بوتشيلاي. Okay. برضو كيف ممكن نميزها؟ هي كبيرة، أوكي، ممكن نميزها عن طريق large and regular karyosome. large and regular karyosome برضو فيها glycogen vacuole مثل ما أخذنا، هيها شايفين vacuole كبيرة، ممكن إنه برضو نميزها عن طريقها. يعني بوتشيلاي شايفين كيف فيها فاكيول، كيف ممكن نميز عشان ما نخربط بينها وبين النانا؟ النانا حكينا large and irregular karyosome، while اليدموبيا بوتشيلاي
have large and regular. Okay, هاي الفروقات بيناتهم. السيست هاف لارج جلايكوجين فاكيول، هي واضحه كثير. اوكي نقدر نميزها من شغلتين للسيست، من شكل النواة، من شكل الاندوسوم، ووجود الجلايكوجين فاكيول. طيب في عنا الداي انتاميبا فراجيلس اللي هو عم يعني بتكون هي هاي ما بين الاميبا ان فراجيليت. هاب نو سيست، تمام. الداي انتاميبا فراجيلس هيها شكلها، اند نو سيست. تيجي عنا الاندوسوم از فراجمنتد. اللايف سايكل، it doesn't form cyst and trophozoid cannot survive passage through the small intestine. تمام. هلا ما عندها سيست، وحكينا السيست هي الريزيستنت، المقاوم، تقدر تتحمل حموض الاستومك. فبما انه الداي انتاميبا فراجيلس ما عندها سيست ستيج، هاف اونلي تروفوزويد ستيج، هي ما بتقدر تضل على قيد الحياة وتوصل للسمول انتستن، اذا بيتم قتلها وانه تخلص منها بال acidity of stomach. Humans probably get infected by this endocommensal. كلهم endocommensal مثل ما اتفقنا. When they ingest pinworm eggs. تمام؟ ممكن انه عن طريق تناولنا للpinworm eggs ننصاب فيها accidentally. تروفوزوت لل الداي انتاميبا فراجيلس زي ما انتم شايفين هاف تو نيوكلي، هيك بنسميها باي نيوكليتد، هي سمول اند هاف باي نيوكليتد. هاي اول تروفوزوت بتمر علينا فيها اكثر من وان نيوكليس. في النهايه الفاجوسايتوسيس كلياتنا بنعرفه، اللي هي عندنا عمليه البلعمه. كيف بتتم؟ في البداية تكون عنا خلينا نحكي اللي هي الأميبا، حكينا نحن بتاخد الفود، أي إشي ممكن تعمله ingestion by phagocytosis. فعنا هاي الأميبا هون، مثلا خلينا نحكي البكتيريا، أي شيء ممكن إنه بدها تلتهمها، فبتعمل بتمد لإلها الأقدام الكاذبة السودوبوديا، وبتعمل surrounding، بتحيط فيه مثل ما هون عملت، بتحيط فيه مثلا الفود تبعها، وبيكم انكلوزد ان فود فاكيول، بتكون فود فاكيول، وبتعمل له دايجستور، وبتستخدمه او بتهضمه، وبصبح كغذاء لها. هيك بنكون خلصنا هذا الشابتر. جود لك.